في المثالين اللي قدامنا دول يا اخوانا، عايز يجيب الليمت بتاع الفانكشن الاولانية. خلينا في المثال الاولاني ده اللي هي ليمت لما الاكس تنس تو 1 للفون. انت لو عوضت 1 فوق وتحت هتبقى 1 كيوب ماينس 1 تبقى بزيرو، تحت 1 ماينس 1 تبقى بزيرو، يبقى الفاليو بتاعها 0 اوفر 0 هنسبيسيفاي، وبالتالي نعمل ايه؟ طيب احنا كل مره نقعد نعوض ونرسم وجراف وبتاع، لا امال ايه؟ نشوفها الجبر كده. ايه الجبر كده؟ نعمل ازاي؟ نعمل الفوقانيه فاكتورايزيشن. ايه الفاكتورايزيشن ده؟ اللي هو ديفرنس بتوين تو كيوبس، وعملنا لها فاكتورايزيشن ديفرنس بتوين تو كيوبس، فطلعت اكس ماينس 1 واكس سكوير بلس اكس بلس 1. هتشيل اكس ماينس 1 مع اكس ماينس 1 وتعوض في الباقي، تبقى 1 بلس 1 بلس 1 هتبقى بكام؟ ب 3، يبقى الليمت بتاعتها هتطلع بايه؟ ب 3. اما التانية دي لونج ديفيجن، واللونج ديفيجن انتوا خدتوه زمان في تانية اعدادي. احنا هنعملها بطريقة لذيذة. اللونج ديفيجن دي المفروض تقسم انت، شفت المنظر بتاعها ده اللي خدتوه في اعدادي، اللي هي الاكس كيوب، ده المثال التاني، ماينس 2 اكس سكوير، وما كانش في اكس كان في بلس 1، هنعملها ديفايد باي اكس ماينس 1. بنقسم الاول على الاول، واللي يطلع اكس سكوير نضربها في اللي فوق ونطرحهم، نعمل سبتراكشن وهكذا لغايه لما تخلص المساله. يبقى الاجابه تطلع بايه؟ اكس سكوير ماينس اكس ماينس 1. لا انا هوريكم الطريقه دي اسهل بكتير من طريقه الالجبريك دي. هطلع لك الاجابات بسرعه، هجيب لك اكس سكوير ماينس اكس ماينس 1 في ثواني. بالتالي لو شفنا المثال ده، عوض كده بنيجاتيف 2، نيجاتيف 2 كيوب بنيجاتيف 8 بلس 8 تبقى بزيرو، طب وتحت نيجاتيف 2 بلس 2 تبقى بزيرو، يبقى 0 اوفر 0 في المثال الاولاني. طيب هتبقى ايه بقى؟ نعمل فاكتورايزيشن للفوقانيه قوس صغير وقوس كبير. طبعا انا عوضتها في الاول، ترى 0 فور 0 ده نومين. فلو عملت قوس صغير وقوس كبير هتلاقي القوس الصغير ده زي اللي تحت بالظبط، شيل ده مع ده، بقى يمين بقى اكس سكوير ماينس 2 اكس بلس 4، عوض عن اكس بنيجاتيف 2 هتبقى 4 بلس 4 بلس 4، يبقى كام؟ هتطلع ب 12. دي الاجابه بتاعت المسألة. طب التانية نشوفها، التاني اللي كان معاه اللي هو نمبر بي، هنا 2x ماينس 8 على x سكوير ماينس x ماينس 2، نعمل فاكتورايزيشن، فوق دي كومن فاكتور 2 واللي تحت ده ترينوميال تعمل قوسين، فتلاقي ايه؟ انت لو عوضت تطلع 0 اوفر 0 طبعا، لكن لو انت خدت 2 كومن فاكتور وعملت قوسين تحت هتلاقي في قوس x ماينس 4 زي x ماينس 4، شيلهم مع بعض دول شيلهم مع بعض، وعوض في الباقي اللي هو مين؟ 2 على x بلس 3، يبقى 2 على 4 بلس 3 يبقى 2 اوفر 7. الجزء ده حلو خالص بتاع الكونجوجيت، انتوا فاكرينه من ايام ثالثه اعدادي، الكونجوجيت بتاع الروتس. نضرب في نفس الروتس، هي روت اكس ماينس 3 بس بلس 1 فوق وتحت، يبقى بتضرب في الكونجوجيت اللي هو بتغير اشاره اللي بين الروت وبين الرقم اللي وراها.
يعني بدل ما ماينس 1 تبقى بلس 1، لكن ماليش دعوة باللي تحت الروت. الاكس ماينس 3 ما غيرهاش، مفيش حاجة تحت الروت تتغير، اللي هيتغير اللي بره ايه؟ اللي بره. طيب ده مثال تاني، احنا نشوف بس المثال الاولاني بتاع الكونجكشن. ضربت في الكونجوجيت هنا، ضربت في x ماينس 3 بلس 1 على روت x ماينس 3 بلس 1 فوق وتحت. لما نضرب اللي فوق هتنضف من الروتس، بقت x ماينس 3 ماينس 1، اما اللي تحت اهو قاعده زي ما هي، اللي فوق نطفت اللي تحت قاعده زي ما هي. ملاحظ اللي فوق دي x ماينس 4 وتحت في x ماينس 4، يروحوا مع بعض هما الاثنين. يبقى باقي مين؟ باقي الروتس بلس 1 بس، عوض كده على الاكس 4، يبقى روت 4 ماينس 3 تبقى فيها الكام؟ 1 بلس 1 تحت يبقى فيها 2، يبقى 1 اوفر ايه؟ 2. في المثال دوت ليميت لما الاكس تنس تو 5 اللي فوق اكس سكوير ماينس 5 اكس اللي تحت روت x بلس 4 ماينس 3. هو عايز عند الاكس يكوال 5، لو انت عوضت فوق ب 5 وتحت ب 5 هتلاقيها 0 اوفر 0، يبقى لازم نعمل ايه؟ نضرب في الكونجوجيت. ايه الكونجوجيت؟ اللي من تحت ده بدل ما ماينس 3 تبقى بلس 3 فوق وتحت، ونضربها فوق وتحت. قوم ايه اللي تحت هتنضف، شوف بص تحت في شروط. اللي فوق x سكوير ماينس 5 x خدت الاكس كومان فاكتور، والباقي الروت الجزء اللي وراني ده نزل زي ما هو ملوش دعوه بيه. اما اللي تحت الروت في الروت نطفت من الروت. طب ماينس 3 في بوزيتيف 3 تبقى نيجاتيف 9. طب ما انا عندي 4 بوزيتيف 4 وماينس 9 يبقى نيجاتيف 5. النيجاتيف 5 اكس ماينس 5 اللي تحت دي زي الاكس ماينس 5 اللي فوق، يروحوا مع بعض. يبقى باقي مين؟ باقي الاكس والروت بلس 3. طب شيل الاكس وحط مكانها 5. الاكس 5 يبقى 5، وهنا 5 بلس 4 تبقى 9 تحت الروت تطلع ب 3 بلس 3 يبقى 6، 6 تايمز ال 5 تطلع بكام؟ ب 30. دي الإجابة بتاعت المسألة دي. نفس الشريط هنا برضو مسألة فيها كونجوجيت للي فوق ده، ودي مسألتين هما نمبر A ونمبر B. خلينا في الأولانية، إيه الكونجوجيت بتاع روت الـ x ماينس 1 ماينس 2؟ هيبقى هو روت الـ x ماينس 1 بس بلس 2.